الأرض كروية ومسطحة معا في آن واحد وبدقة. درس معاصر في المنهج العلمي دفاعا عن تنوع النظريات المعرفية. لا يعرف المنهج العلمي المعاصر المسلمات والحقائق الثبوتية المطلقة الجامدة. هو أي العلم لا يعرف اليقين أصلا، أو بتعبير آخر لا يعرف الحتمية. وما الحتمية العلمية إلا محض خرافة أيديولوجية سقطت مع الزمن. فمع نظرية النسبية والتطور الفيزيائي الحديثة سقط مبدأ الحتمية، ويؤرخ لسقوطه بظهور مبدأ عدم التأكد لهايزنبرغ. لقد مللت من قول هذا الكلام مرارا وتكرارا، فهذا الكلام كان له في الثقافة الأوروبية معنى، ومعنى كبير في سقوط العقلانية الكلاسيكية التي كانت سلطة وسطوة أكبر من سطوة الكنيسة ذاتها. أسقطها الغرب. ما زال المثقفين في الوطن العربي يتشدقون بهذه العقلانية الكلاسيكية الزائبة، وهذا التمسك ليس له أي معنى في وجهة نظري غير علاقات السلطة المعرفة التي نبهنا إليها الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو. فتم استثمار المعرفة العلمية بطريقة سلطوية، ولا يريد من يتمسك بالعقلانية إلا السلطة وراء هذه العقلانية، بعيدا عن العلم والمنهج العلمي المعاصر. هم أي المثقفين العرب يظنون أنه بالتمسك بالعقلانية الكلاسيكية يمكن إسقاط السلطة الدينية، وهذا طريق العلمانية، متناسيين أن الإسلام ليس به سلطة دينية أصلا، وأن العقلانية الكلاسيكية أصبحت بالية ولا معنى لها. ليس بالضرورة أن نمر بما مر به الغرب في ثقافته من مراحل. علينا التحلي بالفكر الإبداعي المرن لندرك التمييز والاختلاف وضرورته الثقافية. نحن نشهد الآن إعادة إحياء لنظريات معرفية قديمة من الشرق والغرب من أجل الحفاظ على تنوع النظريات المعرفية. فقد رأى الغرب أنه ليس من الحكمة أن نضع البيض كله في سلة واحدة، وتخلى أنفا عن المركزية الأوروبية في العلوم. وعلى سبيل المثال للحصر، هناك أبحاث لرصد الموجات الكهرومغناطيسية دون الاعتماد على طبقة الأيون كالاعتماد على المياه الجوفية مثلا. فلا شك أنه بتآكل طبقة الأيونوسفير بفعل التغيرات المناخية سيفقد العالم كل ما حققه في ثورة الاتصالات، وهو بالأمر المتوقع. هل الطريق الوحيد والأمثل يظل طريق وحيد وأمثل بتغير الظروف؟ هل البدائل والحلول المختلفة مهمة بل وتميز العقل الإنساني عن العقل الحيواني، بل وتقف ضد انقراض الكائن البشري؟ ولنبسط السؤال، هل نحن في حاجة للطب مثلا بديل؟ وما الأهمية في أن نهتم بالطب بديل؟ هل من الغباء أن تنفق أوروبا والغرب على ما يسمونه العلوم الزائفة كالعلوم الصينية والهندية القديمة، وتخصص أقسام في الجامعات لدراستها رغم اختلاف الأدوات المنهجية لهذه العلوم عن الأدوات المنهجية للعلوم الغربية الحديثة؟ بإجابتنا على هذه الأسئلة ندرك منطق احترام التعدد والتنوع والاختلاف والمغايرة، وأننا بحاجة دائمة للخروج خارج الصندوق، خارج الأطر التي نعتقد أنها الوحيدة الصحيحة والمثالية والملائمة. سيداتي سادتي، إلى هنا أقول بأنه لا تنمية بشرية إلا باحترام التعدد والتنوع عبر تحفيز آليات المرونة والقبول. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التنوع البشري خلاق وضرورة حتمية للتنمية بل لاستمرار الجنس البشري. دعونا بهذه الأفكار أن نشجع أي نظرية معرفية جديدة أو قديمة تعبر عن هويتنا وميراثنا، أو تعبر عن هوية وميراث مغايرين. من يملك الحقيقة؟ لا أحد، بل أن الحقيقة هي في التنوع والاختلاف والحركة ودفع الناس بعضهم البعض. أيها الذين تربوا على الأعلى والأدنى والأفضل والأسوأ،
والصواب والخطأ، لماذا لا تكون بمرونة الدائرة وكل نقطة فيها على قدم وساق في نفس مستوى النقطة الأخرى، وكل في فلك يسبحون. سيقف التجريبيون قائلون لا علم إلا بالتجربة، وسيقف العقليون قائلون لا علم إلا بالعقل، ويقف الروحيون قائلون لا علم إلا بالروح، والعلم عند الله. أيهم العالم الذي نحترم وجوده؟ ذلك المعمم الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه ويتحدث به وهو لا يعلم أن تركيب الماء هو H2O، أم أنه العالم التجريبي الصارم ذو البلطو الأبيض والمعمل المليء بالأجهزة، أم أنه الحكيم الهندي أو الصيني الذي يتوه ويسرح في الجبال تأتيه الناس لتأخذ منه العلم والحكمة؟ في نظري كلهم علماء على قدم وساق، كلهم يدورون في الفلك يسبحون ويسبحون ويسبحون بمجد الله الذي لا تدركه الأبصار، لأنه الحق وهو الوحيد الذي يدرك الأبصار. إنها دعوة للمرونة واحترام كل النظريات المعرفية، فالحقيقة لا يعلمها إلا الله، وكلنا مجتهدون وكلنا محترمون لأننا مختلفون. إن الدرس يظهر من جديد على أيدي مجتمعات الأرض المسطحة الحديثة Modern Flat Earth Societies، فنشأت فرضيات الأرض المسطحة الحديثة مع الكاتب الإنجليزي سومير روبوسام 1816-1884، وهم يرون أن الأرض عبارة عن قرص مسطح مركزه في القطب الشمالي ويحيط به على طول الحافة الجنوبية جدار من الجليد، وهو القارة القطبية الجنوبية. وقال روبوسام أيضا أن الشمس والقمر يقعان على ارتفاع 4800 كيلو متر، أي 3000 ميل فوق الأرض، وأن الفضاء يقع على ارتفاع 5000 كيلو متر، أي 3100 ميل فوق الأرض. اكتسب روبوسام وأتباعه مثل ويليام كاربنتر اهتمام الناس من خلال الاستخدام الناجح للعلوم الزائفة في المناقشات العامة مع كبار العلماء منهم ألفريد راسل والاس. خرق روبوسام جمعية زي تي في انجلترا ونيويورك، وشحن اكثر من 1000 نسخة من كتاب علم الفلك زي تي تيك. بعد وفاة روبوسام انشأت السيدة اليزابيث بلونت جمعية زي تي تيك عالمية، وكان هدفها نشر المعرفة الطبيعية المتعلقة بعلم أصل الكون الموافقة للكتاب المقدس اعتمادا على التحقيق العلمي العملي. نشر المجتمع مجلة بعنوان مراجعة الأرض ليست كروية، وظلت نشطة بشكل جيد إلى أوائل القرن العشرين. مجلة الأرض مسطحة مجلة شهرية للعلم والحواس، ونشرت بين 1901 و1904، وتم تحريرها من قبل السيد بلونت. وفي عام 1956 أنشأ صموئيل شينتون الجمعية الدولية للأرض المسطحة خلفا للجمعية العالمية زي تي تيك، حيث أدارها كأمين تنظيم من منزله في دوفر بإنجلترا. تأسست جمعية الأرض المسطحة الكندية في 8 نوفمبر 1970 من قبل الفيلسوف ليو فيراري والكاتب ريموند فريزر والشاعر أردن نولان، وكانت نشطة حتى عام 1984، وتوجد محفوظاتهم في جامعة نيو برونزيوك. المشكلة السائدة في العصر التكنولوجي الجديد هي رغبة الناس في قبول النظريات حول عقيدة عمياء ورفض دليل حواسهم الخاصة. مجموعة الفيسبوك Flat Earth No Trolls، الأرض المسطحة لا للترولات، تتضمن ما يزيد عن 37,000 عضو، ومن غير الواضح كم من المؤمنين الصادقين في فرضية الأرض المسطحة وكم عدد المراقبين الفضوليين. إن أعدادهم في تزايد مستمر، حيث تزداد 100 شخص كل عام منذ عام 2009، معظمهم أمريكيون وبريطانيون. هناك حاليا خلاف يدور بين أعضاء جمعية الأرض المسطحة حول ما إذا كان نظرية أينشتاين النسبية تسمح للأرض بالتسارع نحو الأعلى من أجل إلى أجل غير مسمى، وتتبع النظرية طريقة تفكير تدعى طريقة زيتيتيك ميثود، وهي طريقة بديلة عن الطريقة العلمية طورها أحد المؤمنين بنظرية الأرض المسطحة في القرن التاسع عشر، والتي تسود فيها الملاحظات الحسية.